السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شقة للبيع بسعر لطف، موقع مميز بجوار الشارع العمومي والخدمات العامة، تصلح للإقامة طول العام والمصيف والاستثمار في المستقبل. شفنا بعض واجهة العمارة وإطلالة الشارع، إطلالة ممتازة على شارع عرض 12 متر. قصادنا هنا موجود مدخل العمارة، سلم مريح جدا في الطلوع، بوابة وأسانسير وحارس خاص للعقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. على شمالنا هنا موجود شقة الجار، وقصادنا هنا شقتنا اللي فيها العرض. الدور على شقتين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. اول حاجه بتقابلني هنا ريسبشن كبير ما شاء الله، مربع متشطب كويس جدا، تشطيب جبسون بورد وديكورات سي ان سي ممتاز وجميل جدا جدا ما شاء الله. على شمالنا هنا موجود عداد الكهرباء اللي خاص بالوحده بتاعتنا، عداد قديم. قصادنا هنا موجود مطبخ امريكاني، المطبخ من الداخل مساحته معقولة ما شاء الله، تشطيب ممتاز، سيراميك للسقف. على يمين هنا طرق التوزيع اللي بتدخلنا على غرف النوم والحمام. وقصادنا هنا أول غرفة نوم كبيرة ممتازة متشطبة كويس جدا، تشطيب جبسون بورد وديكورات مميزة. جنب منها مباشرة موجود الحمام، متشطب برضو كويس جدا. وبعد منه موجود الغرفة التانية، نفس مساحة الغرفة الأولى، متشطع برضو كويس جدا، تشطيب جبسون بورد. روت ريسبشن من زاوية تانية. بنطلع نبص مع بعض على البلكونة ونشوف رؤية الشارع، تراس رائع وممتاز جدا ما شاء الله، وإطلالة ممتازة ومميزة على شارع عرضه 12 متر. في نهاية الشارع ده موجود البحر، شيتنا تبعد عن البحر ب5 دقايق مشي تقريبا. والموقع ما شاء الله مميز جدا، يصلح للإقامة طول العام والمصيف والاستثمار في المستقبل، بجوار أسواق فتح الله والخدمات العامة والشارع العمومي. رؤية الريسبشن من زاوية تانية. وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهاردة من قناة سورة عقارات اسكندرية شاطئ النخيل، شقة مميزة جدا في الطابق الثاني علوي، تاني طابق بعد الأرضي. العمارة عبارة عن 5 طوابق، موجود أسانسير وحارس خاص للعقار، وشيتنا مسجلة في جمعية 6 أكتوبر للتعاونية بناء وإسكان والتعمير، وكاملة العدادات كهرباء ومية. وزي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 90 متر، السعر 590,000 جنيه كاش، والسعر قابل للتفاوض. السعر بالدولار 12,000 دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.